ثقافة المغرب عجبني. هناك مثلا ثقافة الأسرة، يعني أغلب الناس يهتم بالأسرة، يهتم بالعائلة، وفي العطلة يعيش يعني يقتل عطلة مع عائلتهم. هذا أعجبني كثيرا. وأيضا هناك ثقافة يعني المغاربة متحمسون ويرحب كل الناس، بالعكس الصينيين هادئ وخجول أكثر. المغرب متحمسون ونشيطون يعني أكثر. هذا شيء يعني جميل. أنا نيتي سوف أستقر في المغرب وأتزوج وأعمل هنا إن شاء الله. أنا كنت صغيرا مسلمة ولكن لا أفهم الإسلام حقيقي ولا أفهم جيدا، ودخلنا إلى للإسلام من جدي، ولكن أنا فهمت الإسلام بعد تخرجت من الثانوية. أنا تعلمت اللغة العربية في السن سنة ونصف، وبعدين ذهبت إلى الخارج، إلى السعودية، إلى خارجية للتجول لكي يعني تمرين اللغة العربية. صعيبة جدا. أنا كنت في الحصة يعني في المحاضرة، كثير من الأساتذة يتكلم دارجة كثيرا وأنا لا أفهم جيدا. المغرب لهجة دارجة، يعني بالنسبة علينا نحن الصينيين يعني أصعب اللهجة.